ايه ده ايه ده ايه ده يا بيعمل ايه ده؟ بس يا حبيبي بس يا بابا سكته سكته. يا نعم نجيب طوب ونحدف امه بيها ولا ايه؟ مش فاهم. اضربه بالنار طخه طخه ونقدم البرنامج انا وانت. بس 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 انا هاخده لك. ولا ميزو القبض نزل. ايه طب استنى الحق ام فاروق على الشباك. تعال ام فاروق تعالى 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 قبض ايه اللي هينزل في نص الشهر؟ تعالى مش ام فاروق على الشباك يا بتضحكوا عليا يا جدعان؟ من اولها كده يعني؟ خلاص بقى ماشي. قدم قدم الحلقه دور يعني. ماشي يلا بينا. اهلا بيكم في اول حلقه من برنامج ثلاثي ضوضاء الحياه. ثانية واحدة. هي تاني حلقة. هي أول حلقة الحمد لله ما حدش شافها. أيوة. يعني الحمد لله هي مرت إحنا ما اتفرجناش عليها أصلا. عدت يعني عدت. ماشي ماشي. تاني حلقة بقى. دي تاني حلقة. ماشي معلش يا جماعة بتوطي شوية. يلا. أهلا بيكم في تاني حلقة من برنامج ثلاثي ضوضاء الحياة. أيوة بقى. وبحب أقول يا جماعة على حاجة ضروري جدا لازم أقولها النهاردة، إن أنا بحب مصر قوي. والله العظيم انا بحب مصر قوي، اقسم بالله يا جماعه على النعم انا بحب مصر قوي والله العظيم. تمام قشطه حلو انا كده اتفقنا. وانا يا جماعه اقسم بالله خايف قوي. والله العظيم خايف قوي. والله العظيم ما نزلت من يوم السبت غير عشان اجي هنا. والله يا جدعان بس بقى احنا نفضل نخاف لغايه امتى؟ وعشان الحلقه اللي بصوا بقى ايه، احنا هنتكلم عن كل مشكله في البلد. ايوه احنا هنتكلم عن كل مشكله في البلد ومش هنخاف ومش هنخاف ومش هنطاطي ومش هنطاطي عشان اي حاجه. احنا كرهنا الصوت الواطي. هو كره الصوت. انا عادي. ايه ده انا عادي والله العظيم. طيب بقول لك يا مينا انا هضطر امشي. لا ايه فين انا فين؟ لا انا هروح ابوس على ايد امي اقول لها سامحيني يا اما. سامحيني يا اما. سامحيني يا اما. ولا ميزو يا مي في سد عندي هنا. بص حضرتك من غير مد ايد يعني من عشان الثاني استاذن حضرتك ثانيه واحده. ايه ده في ال يعني تحس ان المسرح ضيق شويه. ممكن بس اقدم حاجه هقول حاجه يعني بس بص 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 اهو اهو اتفضل. والله انت زي الفل. مساء الخير واهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عام هجري جديد و6 اكتوبر. هكمل. في الحقيقه يا جماعه انا من الناس اللي بحب اقول وجهه نظري بمنتهى الود والمحبه والابتسامه كده تكون على وشي. عشان كده انا عايز اقول ان التعليم في مصر متدمر. لا يعني على الحرام من دين التعليم في مصر متدمر وحياه امي على بس التعليم رقم واحد في مصر. احنا رقم واحد احنا رقم واحد في اي حاجه. ثقه في الله نجاح والله العظيم. يعني يا جماعه انتوا متخيلين ان احنا رقم 139 في التعليم على مستوى العالم؟ هقولها تاني، احنا رقم 139 على مستوى العالم في التعليم، بحيث ان احنا رقم واحد في الموقع الازرق. ايه هو الموقع الازرق؟ اي شاب من اللي قاعدين اكيد دخل عليه، خش على جوجل اكتب في السيرش 6 بالانجليزي هيطلع لك البتاع الزرق وفيها عمود اصفر من فوق. يعني اعتقد ان اللون الازرق ده بيبقى مهم في حياه اي شاب بيتراوح عمره من 20 سنه ل 52 سنه. يعني بيقضي حياته كلها في ال انت بتخش على الازرق؟ خش على الازرق ولا عسل. يعني ده بيبقى مهم جدا في حياة أي شاب بيقضي حياته كلها طول اليوم في الشغل وبالليل على القهوة وبعد كده بيروح ينام. يعني بيروح ينام. مش هنروح لبعيد، خلينا في موضوع التعليم اللي هو رقم واحد في مصر. خلينا في موضوع التعليم. بالنسبة للتعليم يعني مثلا دولة ألمانيا. ألمانيا من الدول اللي أنا بحترمها جدا، يعني تحس إن هم متقدمين علميا وتكنولوجيا جدا لدرجة إن أنا بحس إن الناس دي بتخش الحمام تعمل بيبي فيزياء وكيمياء. يعني ما اعرفش يعني تحس كده مش قادر عايز اعمل جذر تكعيبي. لحظه واحده هروح هعمل اتش 2 او مش قادر والله مش قادر هطلع اعمل اتش 2 او. انت بتعمل اتش 2 او؟ انت بتعمل يعني ازرق اتش 2 او؟ ها ما علينا. بس انا متاكد منه يا جماعه ان الطالب الالماني ما بيجلدش الكشكول بتاعه بالوان. يعني انا ذنب امي ايه كطالب مصري؟ يعني العربي يبقى باللون الاحمر، الديني يبقى باللون الاصفر، الاحياء باللون الازرق. مالناش دعوه بالازرق. مالناش دعوه بالازرق. يعني وبعدين في فرق كبير جدا بين المدارس الانترناشونال والمدارس الحكومه. يعني مثلا
المدارس الانترناشونال تلاقي اسماء كده كرواسوني قوي، يعني مثلا تلاقيها اسمها الاس ال ال البي بي سي الاي جي سي، بص حاجات كده بتتعمل اللي هي الحاجات دي. لكن مدارس الحكومه بقى المرحوم محمد زعفران، الحاجه ساميه وما ايه يا جدع، الطالب المصري بيتخط جنب ايه الاسم ده. نيجي بقى لايام الجامعه. بالنسبه للجامعه بقى يا جماعه، يعني مثلا تلاقي البت اول يوم دراسه واقفه قدام المرايه كده ومتظبط نفسها، بتحط روج ميك اب، بتظبط اللبس بتاعها، بيبقى متخيله ان هي ما تنزل الجامعه هتقابل دقن وائل كفوري، خفه ظل وابتسامه حسن الشافعي، حنيه تامر حسني، بحيث ان هي بتخلص ميك اب وبتلبس اللبس وبتنزل بتخش باب الجامعه هوبا بتقابل قرعه سليمان عيد يا معلم. والله العظيم ده بيحصل معاك؟ بيحصل مع صار؟ يعني مثلا تفضل البنت تسال نفسها، يعني يا ترى انا هدورها ولا مش هدورها؟ يعني السنه دي هدورها ولا مش هدورها؟ مع اني اؤكد لك اقسم بالله ان هي مدوره وحلوه الجامعه، عشان ما حدش فهمني غلط. خلاص؟ نيجي بقى لانواع البنات في الكليه، انا عايز اتكلم بقى، انا سيبني اتكلم انا براحتي. نيجي بقى انواع البنات في الكليه، يعني انا مثلا انا خريج كليه حقوق جامعه اسكندريه. كنت دايما برضو اظبط دقني وشعري والبس كويس ورايح الجامعه بقى، اول ما اخش من باب الجامعه الاقي شنبه قدامي، ما اعرفش اطلع بسمه من محمد، يعني البنت في كليه حقوق يا جماعه بتبقى محتفظه بشنب الاعداديه لحد ما توصل كليه. والله العظيم يعني محتفظه، يعني تحس ان هو يعني وشم زي الشنب ده كده. محتفظه بيه لحد ما تخش الكليه. طب في ايه يا بنت؟ في كليه اداب بقى الموضوع بيختلف، تلاقي البنت بقى ايه بتونسه ليه كده جميله. يعني تقول لك تركي انا عايزه اكل كريب، بحب الشاورما قوي. يعني انا مثلا يعني انا افتكر مثلا انا كنت ماشي مره مع واحده صاحبتي في كليه اداب عند سور الجامعه، فمسببها بخطوتين وانا ماشي سمعتها بتقول اه، قلت لها في ايه؟ قالت لي تركي الحقني الهيلز اوف كعب رجلي. ايه البنات دي؟ المهم يعني اللي انا عايز اقوله لكم يا جماعه ان احنا بنفضل كارهين سنين حياتنا في الدراسه، وبنفضل نقول امتى بقى المذاكره تخلص، امتى بقى الامتحانات تعدي، بنفضل كارهين الدراسه وما بنقولش غير كلمه واحده، اه لو خلصت يا ترم. شكرا. ملعون ابوك يا قبر باين ترمي هباب، بفضل لاخر شهر ما افتحش اي كتاب، محبوس في قلب الاوضه معيش لا لاب ولا تاب. لو خلصت يا ترم وارتحت انا من العذاب، ايش حال ما كنت تجارة لا وكمان انتساب، مش هنسى خلقة واحد اسمه الدكتور ايهاب، طردني بره السكشن وقفل في وش الباب وعمل معايا الصح باب وراح كاتبني غياب مفيش نجاح يا كلاب، وخلانا عايش كابوس كابوس، وخد مني الكتاب والمادة الصعبة المادة الصعبة، وياما شيل الطلاب. بس خلاص انا نفسي صدق بعد ما كل احلامي تهدي، انا ليه بس اذاكر ناس اعمل ايه انا بيها ناس، انا دلوقتي بقيت محتاس نفسي اذاكر حاجه تفيدني، اه لو خلصت يا ترم.
هي كده كده مش فرقة، بزق انا في مركب غرقة، وهو عمري كده عمال بيضيع، اخرتها هتخرج وهصيع، او حتى بعف وببيع عشاط كروت وعلى بمانة دي. تعلم يا نسيبة لو اكسى دي حكاية من اخر فاكسة، مكفاية جبتو لنا النكسة، بينا معلقين حالي ولو خلصت يا ترم وارتحت انا من العذاب، اشحال ما كنت بخار لقوا كمان انتسان، لو خلصت يا ترم وارتحت انا من العذاب. اهلا وسهلا بيكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعاد النشره الحمراء. ايه ده حمره ايه دي؟ لا اسلك يعني نشره برنامجنا على قناه الحياه الحمراء، مش لازم اقول انا كل ده. اسلك وخش على طول. صح. وقبل ما نبدا النشره نحب نقول لكم ان هاشتاج البرنامج هو ثلاثي ضوضاء الحياه على تويتر وفيسبوك. يا جماعه عشان بس تعرفوا تشتمونا براحتكم. يعني يا ريت يا جماعه، والله الحلقه اللي فاتت طلع عينينا، يعني بنلم الشتيمه من كل مواقع التواصل، فيا ريت نوحد الشتيمه على هاشتاج ثلاثي ضوضاء الحياه. يا ريت ما عندناش مشكله في الشتيمه، بس انه يعني على هاشتاج. وبمناسبه الشتيمه وكده، انا احب اقول لك موقف امين. يعني جالي في واحد كاتب لي كومنت كده حلو قوي، كان بيقول لي في ياد يا ابن الش يابا بابا هجيبك في تسويق، والله هجيبك وعارفك. خلاص اهدى. حاطط صوره. ماشي، حد يجيب كمادات. اهدى. ماشي. واول خبر معانا في نشرتنا النهارده الخبر بعنوان ايه ده؟ صوت يا حبيبي. يا عم تخف لعب بقى، انا مش بلعب بكره، انت بتلعب بالكرسي. ده مين ده؟ ايه ده كريم؟ ده كريم اخوك ده صح؟ كريم اخوك، انا شبهك اهو. ما عنديش اخوات انا. ده نفس اللي ما عنديش اخوات. نعم، مين حضرتك يا حبيبي؟ انا اللي اخترت اسم البرنامج. تعرف في كام واحد في مصر بيدعي عليك دلوقتي؟ كام؟ ده ايه الاحراج ده؟ لا انا بقول طالمت ياض. ليه ياض؟ انت طالمت ليه يا ابني؟ ايه البواخر؟ انت كمان يلا. انا كنت اقول حاجه وان مش عارف اقولها. خلاص بقى بابا ومامته عامل باي باي. ايه ده بابا؟ طنط اكيد بابا ومامته. ازيك يا طنط؟ اهلا وسهلا. انا منورت. تبقاش لمت بقى يعني ثانيه واحده، يعني حضرتك خير؟ ايه اللي جه؟ هم قالوا لي ان اللي هيختار احسن اسم للبرنامج هيحضر تصوير اول حلقه. تمام. احنا بقى لا شفنا تصوير ولا شفنا المونتاج بقى. وطبعا يعني طبعا زي ما قناه الحياه بتوعد فهي بتوفي. يعني قناه الحياه اتصلت بالاستاذ. يا عم محدش كلمني. يا ابني اتكلمت ليه يا بس بقى بس. كلموك، كان الموبايل سايلنت. ومنورنا في التصوير اهو. نتعرف بيك، اسمك ايه؟ بافلي هادي. بافلي هادي، خلونا نرحب ببافلي هادي، هو اللي اختار اسم ثلاثي ضوضاء الحياه. انا متفهم. وزي ما قالوا لنا طبعا ان اللي بيختار اسم البرنامج ليه جايزه ماديه. مفيش جايزه ماديه؟ ملوش. يعني الفلوس مش كل حاجه، وعمر الماده ما كانت دايما كل حاجه، بس اهم حاجه الجائزه المعنويه. لا ايه، مفيش جائزه. منورنا ابو هادي حبيبي. حبيبي بافلي هادي، خلونا نرحب بيه مره ثانيه. هو اللي اختار اسم ثلاثي ضوضاء الحياه. الف شكر يا عم بافلي حبيبي. حبيبي اشرب شاي على حسابي بره يا بافلي، على حسابي. والان مع النشره، مواطن يخلع ملابسه وسط الشارع. 23 جنيه كفره معاش اجيب بيهم ايه؟ يعني ايه ده فعلا؟ ايه ده 23 جنيه؟ ده تبذير اوفر يعني. ده مال سايب ولا ايه؟ يعني مش في 23 جنيه تجيب بيهم حاجات كتيره قوي؟ ده العيب منك انت. ايوه العيب منك انت. طيب ما علينا، نشوف خبر تاني. الخبر اللي بعده ان الفنانه صفيناز تروج للسياحه في مصر بألبوم صور اموت واطبعه. انا بحب الاثر قوي. اني اثر فيهم؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي في النص. ما تجيب بوسه مين؟ نعم؟ هات بوسه. لا ما انا فاهمك، الدنيا مش كده. هات بوسه مين؟ الدنيا مش كده، هفهمك انا. ايه ده؟ ايه ده؟
نهار ابيض على اللي بيحصل. طيب فريق البرنامج نزل وعمل تقرير عن بدء الدراسة، فخلونا نشوف التقرير ونرجع تاني. هات له كاكاو، هات له كاكاو يا بابا. ايه ده؟ صباح الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه دخول موسم المدارس، حبينا كاميرا ثلاثي ضوضاء الحياه تنزل بنفسها الشارع وتسال الناس: لو انت وزير التربيه والتعليم، ايه اول قرار هتاخده تجاه الطالب المصري الغلبان؟ اليوم الدراسي يبدا 10. هنقل الحمامات اكيد، هنضفها، هتولع فيه طبعا. ده انا ممكن استقيل سايد. هرفض المدرسين، خلي كل المدارس مشتركه عشان ما بيفضلوش سنجل زي كده طول عمرهم. اول حاجه هلغي التربيه والتعليم. انا هلغي المدرسه اساسا، انزل له ايباد. هو المدرس في الفصل بيقول حاجه والكتاب بيقول حاجه والامتحان بيجي حاجه ثالثه خالص. غير منهج اولى ثانوي عشان انت في اولى ثانوي. انا عن نفسي هولع في المدارس، هقفل المدارس دي كلها وافتحها ملاعب واعمل بار واجيب شيشه عشان انا بحب الشيشه. فاكره كنت بتاخدي مصروف كام يا مدرسه؟ انا كنت باخد 2 جنيه. انا بسالها هي. 5 جنيه. ممكن اخد في اليوم 5 جنيه كويس قوي. حسب الليله. 100 في الاسبوع. يعني اللي ماما تجود بيه عادي. 3 5 جنيه كده. بدات من اول ربع جنيه. يعني لو درجاتي وحشه بنزل تسول. 5 جنيه حاجه كده يعني. جنيه كده متظبطه جدا. 10 جنيه. 20 30 20. فاكرين النشيد من ايام المدرسه؟ هو تحيا بلدي بس والكلام ده. ومصر يا ام الخلود يا مصر. مش حافظه والله، بلخبط فيه. لا طبعا. بلادي بلادي بلادي. كنت بقول النغمه بس. بلادي 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 بلادي. لا هو في حتت بنلخبط فيها يعني. بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. بتاخدي سندوتشات ايه في المدرسه؟ لا ما كنتش باخد سندوتشات. لا كنت باخد من الناس علشان ما كنتش باخد معايا سندوتشات. بنستلوح على زمايلنا. البيض متبصره. البيض مع المدرسه صعب قوي. كنت باخد يا اما سمون يا اما كروسون، بس على حسب كل سن وليه حاجه. بس انا بسال الدكتوره جاوبي على طول. عامه ما كنتش باكل السندوتشات بتاعتي. لانشون والجبنه الرومي صحيح. فول. فول. وبتشربي ايه ده؟ بص انا باكل الكانتين كله. في خبر بيقول ان الحمامات في المدارس المصريه تعتبر انضف حمامات على مستوى العالم. يا اخي توك ايه الهبل ده؟ طبعا كدابين والله قوي. هو ده مش حمام اصلا، دي بلاعه. عندك الحمام كله عباره عن بلاعه. مش معترفين بحاجه اسمها سيفون يا معلم. لا دي عفن حمامات على مستوى العالم. نضيف، في مناديل في الجنب. مين الكذاب اللي قال لك كده؟ انضف حمام شفته في حياتي، احسن حمام بيتنا بكتير. كذبه قوي. انت مش ملاحظ حاجه غريبه قوي يا امينه؟ لا ايه؟ ان تركي مصور مع البنات بس. انا حاسس انه نزل جوه كليه البنات يصور مع البنات بس، يعني ماشي بيختار بنات. البرنامج ده تبع المراه ولا ايه؟ هو تركي احلى واحد فينا يعني، للامانه للامانه. ماشي ماشي. الخبر اللي بعده ان الفنانه كيم كارداشيان تتعرض للسطو المسلح في باريس. انا اللي زعلني في الخبر ده ان الراجل اللي طلع عليها، انت ازاي تسرقها وتمشي بس؟ انت عبيط. هو الواحد الواحد بيشوف الست دي كل يوم؟ ده غريب جدا. الدنيا ما بقتش بخير زي زمان يا ابني، خلاص قل خيرها. المهم يا جماعه نختم النشره بتاعتنا ونلقاكم في نشرات اخرى من ثلاثي ضوضاء الحياه.
يا شعب مصر، يا أهل البلاد، يا سحر عيونه ونظراته. فأحكي لكم حكاية، حكاية الوزير ميزو والمساعد عماد. ميزو وزير التربية والتعليم صحي من النوم زي أي يوم، وقام من على السرير قوم، وهفضل أقول لكم حاجات آخرها قوم لحد ما يخلص اليوم. الوزير ميزو عنده النهاردة زيارة مفاجأة للمدارس، والمساعد عماد هيفضل يفكروا بده. انت فين يا عماد؟ انت فين يا عماد؟ انت فين يا عماد؟ انت فين؟ يا رجاله جاهزين؟ الو، ايوه يا ابني اديني محمد، ايوه محمد اديني احمد، ايوه احمد اديني مسعد، ايوه مسعد اديني خليل، ايوه خليل اديني شناوي، ايوه شناوي اديني لبنى عسل، ايوه يا عسل. بقول لك ايه؟ اديني فرصه اشرح لك انا بحبك قد ايه. طب سلام دلوقتي يا عسل سلام. اتفضل اتفضل يا معالي الوزير اتفضل. ايه ده؟ لا ده انا صايع بقى. بكمل اول. طيب خلاص خلاص يا اولاد، خلاص يا اولاد، خلاص البس هدومك يا ابني، البس هدومك خلاص يا اولاد. المهم يا ابني انت، هو انا كنت عايز اقول لكم حاجه جميله جدا النهارده. والله لما قلعت حسيت ان انا مرتاح، تصدق؟ لبسني يا ابني، يا ابني لبسني. انت بتلبس انت الاول، لبسوني. ايوه شكرا شكرا. النهارده يوم جميل جدا. هو النهارده ايه اصلا؟ مش مشكله، هو يوم وخلاص، هو يوم، هو يوم وخلاص وهيعدي. افرا افرا. ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ ولا ولا حل عليه، حل عليه من الناحيه الثانيه، حل عليه من الناحيه الثانيه. هتوق. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هتوق اجري هتوق. روحوا انتوا دلوقتي، روحوا انتوا دلوقتي. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ اطلب البوليس بسرعه، كلم البوليس. بوليس ايه يا باشا؟ يا باشا دول الجردات بتوعك، دول اللي بيحرسوك يا باشا. ركز بقى، انت وزير التربيه والتعليم والله. ايه ده؟ طب لما انا وزير التربيه والتعليم انت تبقى مين؟ تركي نجم ذا كوميدي في ثلاثي ضوضاء الحياه. ها افتكرتني؟ لا انا مش فاكر من ذا كوميدي غير ميزو بس. ميزو ايه بقى؟ ما سقفوش اهو، شفت شفت ما سقفوش. سقفوا ايه ده برضو؟ ايه ده يا باشا؟ يا باشا يا باشا، انا عماد المساعد بتاعك وانت وزير التربيه والتعليم. انت لازم تتعالج من الزهايمر اللي عندك بقى. والله العظيم انا اتخنقت من الشغلانه دي. اقسم بالله يا رأفت. رأفت مين؟ رأفت مين يا باشا؟ يا باشا انا عماد المساعد بتاعك وانت وزير التربيه والتعليم.
انا سامع صوت ضحك غريب. ايه ده؟ اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. هو حضرتك مين؟ يا باشا والله العظيم انا مساعد وزير التربيه والتعليم، ووزير التربيه والتعليم حضرتك، وعندنا النهارده زياره مفاجاه لاحدى المدارس. ايه ده؟ مين المزه دي؟ جننتني، بقيت بعمل فتاه ليل تحت، جننتني حرام عليك. يا باشا انت وزير التربيه والتعليم، افتكرت؟ لا لا، انا مش وزير التربيه والتعليم، هم قالوا لي ان انا همسك وزاره التعدين والكاكا والطاقه. يا باشا كاكه ايه يا باشا؟ انت وزير التربيه والتعليم وانا المساعد بتاعك، وعندنا النهارده زياره مفاجاه لاحدى المدارس. زياره مفاجاه؟ ايوه انا بحب الزيارات المفاجاه دي جدا. أيوة. ثانيه واحده. ايه ده؟ هو حضرتك بتعمل ايه؟ بطلب اوبر. بتطلب اوبر؟ في وزير بيطلب اوبر. طب اعمل ايه؟ طيب معروف اي وزير بيطلب كريم. صح، ثواني انزل ابلكيشن. ابلكيشن ايه يا جدعان؟ تعالوا خدوه بقى. ياخدوا مين يا حيوان انت؟ وبعدين انت مين اصلا؟ والله العظيم انا مساعد وزير التربيه والتعليم، وحضرتك وزير التربيه والتعليم، وعندنا النهارده زياره مفاجاه لاحدى المدارس. ايه ده؟ مين المزه دي؟ العب. زي ما شفتم الوزير ميز ومش عارف مين عماد، ولا انا عارف مين عماد، ولا عماد نفسه عارف مين عماد، وهنفضل في الخيلة الكدابة دي لحد ما تخلص المسرحية. دلوقتي الوزير ميز وعماد هيطبوا على المدرسة، يا رب يلاقوها اساسا فتحة. الشجر النابل باهر. ازعرينا غير جلوس قيام قيام. تعفشتك، تعال تعال تعال، ده انا هكربجك، ده انا خلاص. انا اسف يا استاذ. ده اسف والله، انا اسف. ازعرينا وتعمل لي كده؟ والله انا اسف يا استاذ. ازعرينا، انا اسف يا استاذ. ده انا هوريك الازعرينا. افتح ايدك، اللي هتجلي هغزك، اللي هتجلى افتح ايدك. افتح ايدك، افتح ايدك، افتح ايدك، افتح ايدك. ايه ده؟ هتزولني العبك كونغ فو؟ ما تعصبنيش، اثبت يلا. واحد اتنين. مالا انا ما تضايقنيش، ما تضايقنيش، ما تضايقنيش. انا بقول لك ما تضايقنيش، ماشي؟ ما تضايقنيش. انا بقول تعالى عد اهو، اهو تعالى عد يلا. هتضايقني؟ ما تضايقنيش اهو. واحد التاب بسرعة هيموت. بسرعة يلا يلا. خلاص الكل شوية كده. ايه؟ اقعدوا. حفظتوا الدرس بتاع امبارح؟ ايوه استاذ. ماشي هسمعه. ايوه استاذ. حافظينه يعني؟ ايوه استاذ. العيال دي بتعند معايا ولا ايه؟ ايوه يا استاذ. طب الدرس امبارح بقى كان لغه عربيه. ان وان للتاكيد. طب وكان للتشبيه. طب ليت للتمني، ولعل للترجي، لكن للاستدراك. ايوه لكن للاستدراك. مع بعض لكن للاستدراك. لكن للاستدراك. اسمك ايه يا اللي بتزغرط انت؟ محمد ياسر احمد. زغرطتك الله اكبر عليك. محمد زياده في اعمال السنه. طيب هندخل على الدرس اللي بعده، علم الاجتماع. جاهزين؟ جاهزين يا استاذ. جاهز يا حمو؟ فول يا ريس. خش يا حمو.
الذكور متفوقين على الإناث والإناث متفوقين على الذكور في الخصائص الدمية استعداداتها المعرفية والتحصيل الدراسي. طب والتحصيل الدراسي. طب فين السفة الدراسي. طب فين السفة الدراسي. يلا يا حمو. طب والتحصيل الدراسي. ده علم الاجتماع لم ينشأ من فراغ. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. تاع جمهورية مصر العربية. تاع جمهورية مصر العربية. بس يا ريت تقول تاع جمهورية مصر العربية. يا باشا يا باشا احنا في كشافة. احنا في طفور الصباح يا باشا. بقى لازم يبقى عندك هيبة كده وقار. انت الوزير افتكر وانا المساعد بتاعك. ايوه انت المساعد وانا ماشي. اوكي زي الفل. كله تمام. اهلا اهلا ست الوزير. اسكت انت خالص يا بطيخة بعد اذنك. اتفضل. صباح الخير يا اولاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده دوبلاج صح؟ دوبلاج. انا قلت صباح الخير هم قالوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العيال دي من الدبلجه. العيال دي من الدبلجه. الدبلجه يا باشا ما تفضلناش في ده. يا باشا في كاميرات بتصور. انت الوزير وانا المساعد بتاعك افتكرت. ايوه انا اللي وانت اللي. طيب اوكي تمام زي الفل. ايه ده؟ ايه معلش انا اسف. فرصه سعيده جدا. هو مين حضرتك؟ انا الوزير. ست الوزير. لو سمحت ست الوزير. سمعت يا فندم. انا معايا كريم ابن اخت حضرتك في مدارس فاتن الحلو وعايز انقله واوديه محاسن الحلو. يا ريت حضرتك تتوسط لنا يا ست الوزير. محاسن الحلو ايه؟ احنا في السلك القومي. يا باشا ركز يا باشا انا بهزر معاك دلوقتي ما تصدقش. أيوه. انت الوزير يا باشا وانا مساعد الوزير. خلاص افتكرت. خلاص انت كذا وانا كذا. أيوه. طيب أيوه. هو اللقاء انا شايف ناس. دول مين؟ دول اللي عاملين يصوروني. ايوه باشا. يا باشا ركز. دول يا باشا دول صحافه عايزين نشوف حضرتك وانت بتتجاوب مع الطلبه عشان المصداقيه طبعا. اللقاء ده مسجل يا باشا والعالم كله شايفنا. بس اوعى كده العالم كله شايفنا مسجل. طيب هو التلفزيون ده تبع سي ان ان ولا البي بي سي؟ لا يا فندم دي قناه الدبليو سي. في وحش. انا سمعت صوت طرقع غريب بس مش مشكله. هو ايه ده؟ إيه؟ هو احنا فين؟ احنا فين ايه يا باشا؟ احنا فين ايه؟ كفايه هارت يا باشا. تعال يا باشا. أيوة. بص يا باشا ده مدرس. ايوه. ودول تخت. ايوه. ودي طلبه. احنا فصل يا باشا. جميل في فصل. حلو قوي. مدرسه. ايه ده؟ وده مين؟ ده سور المدرسه. سور المدرسه؟ ايوه يا باشا. بعد اذنك بقى يا باشا. اتفضل. ايه ده؟ ولد بتعمل ايه؟ هزوق. زوق؟ انزل هنا. زوق ايه؟ بص بيقول لك ايه؟ اسمع يا ابن التهوه. اقعد. اسمع يا ابن التهوه. اللقاء ده مسجل على الهوا. احنا اتفاجئنا بدخول معالي الوزير واللي عنده كلمه غير دي ينزل لي في الميدان وفارس لفارس. امين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو ده اللي انا عايزه. يلا 3 2 1 هوبا. اهلا معالي سفير الوزراء. اهلا وسهلا. أهلا. سفير الوزراء ده اسم مطعم سمك. في وحش قوي. انت بتضربني ليه؟ ما زياده الوزير. انا عمال اسمع اصوات غريبه في المكان. اهلا. يعني حضرتك. أيوة. انا عارف ان حضرتك. أيوة. مش عارف ايه اللي جابك هنا. أيوة. بس قسما بالله. انا ما انا كمان مش عارف ايه اللي جابني هنا. بجد احنا صحينا لقينا نفسنا هنا انا والطلبه دول. انا اصلا فني كوميسيون طبي. فني كوميسيون طبي ده اسم مطعم سمك. ده انا بهرش. جميل جدا والله. جميل. ايه ده؟ باشا معلش. تعالى يا باشا. تعالى يا باشا. إيه؟ مطعم سمك ايه ونيله ايه؟ هو انت جعان ولا ايه؟ اطلب لك دليفري ولا اعمل لك ايه؟ يا ريت. باشا ركز بقى يا باشا. اتفضل. انت الوزير. انت الوزير. أيوة. يا باشا. أيوة. انا الوزير. ايوه انا الوزير. اوكي خلاص فاكر. اوكي كله زي الفل. طيب ممكن اسال استاذ بطيخه. ايوه. لو سمحت يا استاذنا ممكن اسال الطلبه عادي ولا في مانع؟ لا طبعا سياده الوزير كل الطلبه تحت امرك. بجد؟ طبعا. طب اوكي. هي انت ممكن تقف اسالك سؤال؟ لابس قميص ابيض المميز ده؟ ايوه لو سمحت. اسمك ايه؟ احمد محمد علي سيد بسيوني. ايه ده انا احفظ كل ده ازاي يا صابر؟ جرى بسيوني ده عارف اسمي بالعافيه. بسيوني قول اسمه قصير. انا اسف يا باشا ظبطهولي. ايوه انا حافظ اسم عطيه ده بالعافيه.
خلاص خلاص اقعد 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 انت قوم. طبعا مش هسألك نفس السؤال عشان عارف ان الأسئلة بتتسرب، فأسألك سؤال مختلف شوية. اللي جنبك ده اسمه ايه؟ احمد محمد علي السيد بسيوني. هاي برافو صح، الواد جاوب كويس، جميل جميل جدا جميل. خلاص اقعد 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 قوم انت. بص يا حبيبي انا هسألك سؤال سهل خالص. انت طبعا عارف ان انا جاي زيارة مفاجأة صح؟ حد قال لكم غير كده؟ عارفين ان هي زيارة. ايه ده؟ ومش مفاجأة. ايه ده؟ طب يا ابني لما انت مش عارف الإجابة ما تجاوبش، اقعد اقعد قوم اللي جنبه. هو انت طبعا عارف ان انا جاي زيارة مفاجأة. لا مش مفاجأة. ايه ده؟ انت مالك انت؟ يا ابني ما تقعد، انت مش عارف الإجابة ما تجاوبش. اسكت جري يا استاذ. اسكت الله. يا باشا يا باشا انا من واحنا في خمسة ابتدائي قالوا لنا اول ما تطلعوا ثانوي هتلاقوا وزير التربيه والتعليم، واول ما تشوفوه اعملوا فيها متفاجئين. ايه ده ايه ده؟ الولد ده حلو قوي، عايزين نجيبه معانا مسرح العرايس. سيبوا لي يا باشا هتصرف معاه. اتفضل. مش ده حسين السيد بتاع الاهلي؟ اه باين هو. تعالى يلا تعالى هنا تعالى هنا. اسمع كلام الوزير. ها ده نموذج لطالب فاقد الوعي. بس انا مش فاقد الوعي. اعمل فاقد الوعي، انا مساعد الوزير. اعمل فاقد الوعي. ده نموذج لطالب فاقد الوعي وهنعالجه على نفقه الدوله، يعني على حساب الدوله. يا ريت يا جماعه هنا دكتور يخش يشرح لنا الحاله دي. دكتور هاتوا الدكتور بسرعه يا جماعه. دكتور باشا انا اللي كنت معاك في العربيه دلوقتي تحت. انت اللي معايا في العربيه؟ اسكت انت خالص. يا ريت يا دكتور تشرح لنا حاله الولد ده وتطلعه لنا مجنون. طبعا اتفضل. يا ساتر يا رب. واضح يا فندم ان الطالب ده في بيدرس في اعدادي، وواضح كمان انه جاي هنا عشان يتعلم. ويا فندم يعني عايز اضيف حاجه، ان الحاله دي حاله نادره اسمها في الطب لاست اوردر بيج ماك تشيكن. الحاله دي بتخلي الواحد يهفلط بالكلام ويغلط في سياده الوزير. خلاص يا دكتور. سياده الوزير يا كلب. خلاص يا دكتور حسن. طيب اديني رنه. لو سمحت ده علاجه ايه؟ فندم ده علاجه بسيط جدا. تحطيه في الدقيق 3 ساعات وتسيبيه عشان ينشف، بعد كده تدخليه الفرن نص ساعه وتخرجيه تعليق بالخطاف في اللباليب وتسيبيه كده ينشف، يبقى لذيذ كده في البق بيدوب دوب. طبعا ودي افضل وصفه لسنية البطاطس وبالهنا والشفا. ايه ده؟ والله جد على طول. طيب نلحق بقى، نلحق اي حاجه. واضح انك دكتور متخصص. ممكن دقيقه على انفراد لو سمحت؟ طبعا بحبك. بص يا دكتور. اتفضل. والله انا عندي مشاكل يا دكتور في الكلى، ومشاكل في الطحال، وعندي مشاكل في القلب، وعندي مشاكل في حته تانية مش هينفع اقول لك عليها دلوقتي. يا ساتر. شفت يا دكتور حالي وصل يصعب على الصف العظيم. المهم يا دكتور انا رحت الدكتور زميل لحضرتك. ايوه. كتب لي على البوس فوار. تمام. خدت البوس فوار وكل ما اشرب بق ميه يا دكتور الاقيني بعمل كده. طيب انت بتدخل الحمام كتير؟ بتحدف وانت ماشي؟ ايوه. كتفك الشمال بينمل؟ كتير. طب انت عايز دكتور يا ابني؟ ايه ده؟ صدق فعلا انا عايز دكتور، انا محتاج دكتور فعلا. ايوه. شكرا شكرا يا باشمهندس. معالي الوزير بس بكره ارد على التليفون. اتفضل خالص انا لارج جدا. اتفضل. لا مفيش فيها يعني. لا 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 ما فيهاش. اتفضل. الو؟ ايه يا حسين باشا؟ المجال الطفح الثاني؟ طب ما انا لسه مطلعها اول امبارح. طب انا جاي لكم مسافه السكه على طول. سلام يا دكتور. بس انت على فكره جميل قوي الولد المحامي اللي كان موجود هنا من شويه. عظيم. جميل. طيب استاذ بطيخه. ايوه. ممكن اعرف حضرتك مدرس ايه بالظبط؟ حضرتك انا مدرس رياضه. ايه ده؟ واضح جدا على جسمك انه رياضي. الحمد لله. بس معلش يعني انا واقف بره سمعت الالبوم كله وما لقيتش ولا اغنيه عن الرياضه. انا جبت 2 في 3 في 2 وضربت في 5 مرتين وضربت في 5 مرتين الثاني 10 مرتين الثاني 10 مرتين يلا يا حمو. حمو اشطر طالب عندي في الفصل. ما شاء الله ما شاء الله جمال جدا.
طيب بالمناسبة أنا عايز أطمن على العيال في مادة الفلسفة والإنجليزي بما إنك مدرس رياضة. أنا رياضة حضرتك رياضة، هسألهم لك في الرياضة. يا ريت. هسألهم لك في الرياضة. طيب هسألكم سؤال صعب شوية عشان سيادة الوزير منورنا. أه طبعًا. 2 في 2 بكم؟ بسم الله كله رفع إيده الحمد لله. الله. اللي ورا ده اللي ورا أيوه كم؟ 2 في 2 بـ4 يا مستر. بسم الله ما شاء الله. طيب محيط الدايرة؟ طه نق تربيع يا مستر. ايه ده؟ استنى ايه ده طه نق ده؟ دي تعويذه. الولد ده دجال، الولد ده هتوه بسرعه. لا هتوه ايه؟ لا طب يعني هسأله سؤال تاني، يعني نسأل واحد تاني. امشي يا دجال. أوكي. امشي يا دجال. اوكي. انت قوم انت. كنا عارفين انك جاي. حلوه ولد، انا عارف كويس اعمل معاك ايه. انا هعلمك الادب واربيك. علمه يا باشا. انت مش عارف انا مين؟ ثانية واحدة أضبط المحطة وأعرفك مقامك. أيوة فندم. أيوة غصة فندم. لو سمحت يا ابني، أنا عندي دلوقتي طالب ينتمي لجماعة إرهابية، والطالب ده معاه مخطط بكل تحركاتي. أوعى. شفت بقى؟ أنا هعلمك الأدب دلوقتي، هعلمك الأدب. هاتولي الجردان. هاتولي الجردان. بس بقى يا سيادة الوزير والله ما فيش داعي. بس أنا الجردان. والله اخرج خالص. أوعى. أيوة. ايه عشان ايه ده؟ شايف؟ هو انتوا انتوا معايا. هاتولي الولد ده. ايه ده؟ انا مالي. امسكوه ثبتوا فيه. انا زهقت من ام المسرحيه دي، وحاسس ان هفضل اتكلم كده على طول. ما علينا، هما أخذوا المدرس الغلبان ده عشان يتعامل معاه المستقيمة. ربنا ياخده ويريحنا منه. قولوا أمين. ما تقولوا أمين. أمين. أعترف. قتلته ليه؟ ايوه قول قتلتها ليه؟ قتلت إيه؟ قتلت مين؟ يا باشا انت وزير التربيه والتعليم مش وزير الداخليه. انا وزير التربيه والتعليم صح. قول لي يالا، طه ناق تربيع دي شفره ما بينكم. ها شفره يا سياده الوزير، والله ده قانون. قانون كمان بتصدروا قوانين، وسياده الوزير موجود. مش انا اللي اصدرته والله. عارف مين اللي اصدر القانون ده سعاده الباشا؟ مين؟ محمد ابن موسى الخوارزمي. روح حاسبه بقى. بس يا خوارزمي انت اقسم بالله لا اقتلك. ايوه بقول لك يا باشا اقتله خلينا نخلص منه. يقتل مين انت؟ لا انا اخاف اقتله، احسن يطلع اختي في الرضاعه يا عم سنجام. استنى يا باشا، انا جاي اقول الحكمه من المسرحيه عشان نروح. الراجل ده بيتكلم صح، ده قانون عندهم في الرياضيات، واحنا بنعلم الناس اي حاجه لا هيستفادوا منها ولا هيشتغلوا بيها. يا باشا نص البلد بتقول ايوه مساء الخير يا فندم محمد معاك، والنص التاني بيقول ايوه محمد ممكن اعمل اوردر. لا الكيمياء نافعه ولا الفيزياء نافعه، كله حشو دماغ على الفاضي وبس يا باشا. تصفيق يا جماعة تصفيق. اهلا بيكو معانا ومعاكو في ثلاثي ضوضاء الحياه، النجم حسن الرداد. منورنا يا ابو علي النهار. ربنا يخليك، ده نور كنت. انا كنت عايز اسالك سؤال، بس انا هدخل دايركت على طول. حسن الرداد الجان الحلو الجميل، ايه علاقته بالكوميديا؟ انا بحب الكوميديا جدا، وتقريبا يعني اغلب المشاريع كنت بعملها في معهد الفنون المسرحيه كانت مشاريع كوميديه.
بس لما بدات امثل انت عارف في البدايه ما بقاش ليك اختيار، بقاش يعني دايما الناس بتاخدك في ادوار لايقه على شكلك او فاهم، دخلت في ادوار الجد بقى وبتاع ومش عارف ايه، فاخدت فتره على ما قدرت ان انا اعمل سويتش واعمل حاجه انا بحبها يعني. فلما قدرت بقى في الاخر ان انا اعمل افلام كوميدي، كنت عملت بس تجربه واحده اللي هو مسلسل ابن الارندلي مع دكتور يحيى الفخراني. ده كان 2009. بعد كده جالي حاجات بس ما كانتش حلوه، ما كنتش بلاقي الورق مثلا كويس، بلاقي المشروع نفسه مش هيبقى مخدوم بشكل كويس، فقعدت استنى لغايه لما جات لي فرصه كويسه وبدات بقى اديها افلام كوميدي. وبخصوص المعهد انا كنت سامع ان كان في مشروع تخرج مش متحضر له. لا مش والدنيا لا لا لا، كان عندي مشروع بس يعني يعني ما كنتش فاهم الروايه. كنت صح؟ كنت بعمل يعني طبعا في سنه رابعه في عندك كذا مشروع تخرج، والمشاريع اللي كانت عندي عملت مشروع مع دكتور سناء شافع طبعا، دكتوري طبعا، وكل دكاتره المعهد يعني استفدت منهم طبعا. فدكتور سناء كان عامل روايه مسرحيه اسمها مرصات، فانا ما كنتش فاهم الدور بتاعي اساسا، مش فاهمه، فكل شويه اقول له يا دكتور انا مش فاهم يعني، اديني حاجه تانية اتخرج بيها. قال لي هو ده الدور يا دكتور مش عارف كذا كذا، لان المسرحيه بتتكلم عن زي او الجزء اللي كنت بعمله زي حوار كده ما بين شخصين وطبقات اجتماعيه مختلفه، وعن مش عارف ايه والمش عارف ايه الكدحه، كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه، فاهم انت، لغايه دلوقتي. فكنت بحاول ان انا اغير المشروع بس الحمد لله عملته وعدت يعني. طيب. مبروك التخرج. الله مبروك التخرج. عملت شخصيات كتير في فيلم نظريه عمتي. كلمني عن احمد التباع شويه. انت هرشت ان ادينا حته احمد التباع. لا ما نتكلمش عن الدور، ادينا الدور على طول. يعني هو لو عايز نعمل هبه انا جاهز. هي المكالمه دي طبعا كانت مشهوره قوي. طبعا. فانا الدور كان المفروض ان هو كان ضابط شرطه يعني. سمعت المكالمه؟ سمعتها كتير، انا قعدت اسمعها كتير جدا كلها. فقعدت اسمعها عشان ايه؟ اجيب روح الشخصيه دي. يعني لانه انا مش هقوله فاهم، هو بيمثل حاجات، فعشان اعرف شويه روح الشخصيه دي ممكن تعمل ازاي. وعملت بقى. طيب ممكن تقول لنا المكالمه؟ تفصيل يعني. بص انا حافظها فممكن اسند معاك. لا لا يعني كان في جزء في كان بيعجبني، او يعني فكره بيقول طب وحياة هبه اللي عمري ما شفتها، انا صادق في مشاعري. يعني خيال منين هو ما شافهاش قبل كده، فاهم انت؟ ايوه. فهي طبعا مكالمه مشهوره جدا وشخصيه دمها خفيف قوي يعني. طب اسالك سؤال، لو احمد التباع هيقدم ثلاثي ضوضاء الحياه مثلا، راجعين من فاصل واحمد التباع هو اللي هيقول التقديم؟ رجعنا لكم تاني يا حبايب قلبي. معانا النهارده ثلاثه عيال ظراف قوي، ميزو ومينا وكمان تركي. اشوفكم بعد الفاصل حبايبي. ده انا اجيبهم لك في شويه لعيب. لا انا بقول لك انا حافظ المكالمه كلها بس يعني عشان اجي اقول حاجه كده وما اقطعش حاجه كده، فخلينا طول بعرض ولا مناقشه. في حاجات كتير قوي في المكالمه. انت طبعا زنق الستات عملت كاركترات كتيره جدا، وبرده في نظريه عمتي. انت في شخصيات تاني انت واخدها من اشخاص على الحقيقه مثلا، او حاجه انت لعبتها قبل كده؟ في طبعا، بس الشخصيه بتاعت كوكو كانت الرقصه زي رقص شهير، كنت انا واخد عاملها يعني. شايفه عامل زي زازا بقى. زازا كنت عامل خمسه ومو خمسه يلا بقى. ودي طبعا مدام فيفي عبده. لكن بقيه الحاجات كانت ازاي بقى؟ تحيه للاستاذه فيفي عبده يعني. بس احنا كمان حلقه مميزه من الحلقه اللي فاتت على طول كان معانا فيفي عبده. فعايزين نبعت لها تحيه بقى يعني، حسن ردات بيمثل عليها. بحبكم قوي، بحبكم قوي. خمسه مو خمسه هوا نيو خمسه. ايوه بقى ويلا بقى. هي عندها الوقت الجديد بقى اشطاط فولات عسلات، فما لحقتش اعملها في الفيلم اللي فات، فربنا يسهل ناخدها في حاجه ثانيه. طيب انا عايز اسالك سؤال. انا عارف ان حضرتك مش مرتبط. ربنا يخليك يا رب. ده اللي احنا عارفينه. صح ولا ايه؟ هو اكيد عارف حاجات ثانيه يعني. اكيد ايه؟ طب يعني ماما ما بتجيبش عرايس؟ ماما ايه؟ يعني بتجيب لك عروسه؟ مش عروسه. بس يا ماما. بس يعني عادي يعني. انا والله بس يا ماما. يعني انا واصل لمرحله ان انا بصحى الصبح
بلاقي ماما جايبه البوم تقول لي مارينا 26 سنه. اقول لها ماما لا وحش نانسي جورجيت. ايوه. فقول لي اكيد بيجي لك عرايس كتير. يعني اخر عروسه جات لك امتى؟ اخر عروسه جات جالي فانوس في رمضان. جات لك في رمضان؟ بقول لك على حاجه بقى. قول. انا لو عايز ابقى جان كده زي حسن الرداد ممكن اعمل ايه؟ بس ما تقوليش روح الجيم حاجه غير الجيم. يا عم ربنا يكرمك انت زي القمر. ربنا يخليك يا بعض. لا هو حلو كمان ان الناس عموما كسواء رجاله او ستات بيحبوا اذواق مختلفه. طبعا تلاقي حد بيحب الاسمر حد بيحب الابيض كده يعني. طب ما جبت سيره التخين في الموضوع ده هو ده الحلو كله. ايوه بس انت ما قلتوش ده هو ده الحلو كله. طب لا ادي نصيحه لكل واحد فينا بحيث نبقى مغناطيس للبنات يعني فاهم نبقى جذابين. يا عم انا عايز نصيحه يا عم. لا 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 يعني انت قلت لي حاجه برضو انا عايز اقولها. قلت لي ان لما بتبتدي برنامج وفيما بعد تعمل برنامج تاني او حاجه انت بتبقى عاطفيا مع الناس في البيت بيحسوا ان انت قريب منهم والكلام ده. فهل حسن الرداد بدايته حس بصعوبه او تعب في حاجه يعني انا عايز ابتديت ازاي حسن؟ بص مفيش اي حد ده كويس السؤال ده لان في ناس كتير بتقابلني في الشارع انا عايز ابقى مغني مثلا فاقول له والله انا وانا بحاول اساعد كل الناس قد ما اقول يعني كل الناس. فقلت له انا ما والله ماليش في سكه الغنى قوي بس يعني. قال طب عايز ابقى ممثل. قلت له يا ابني انت عايز تبقى ايه؟ بس الموهبه دي عندك يا مؤلف ممثل وات ايفر ايه الحاجه. فقال لي ايه الممثلين بياخدوا فلوس كتير. فانا لقيت ان الشباب في شباب كتير بيستسهلوا عايز ايه الحياه تيجي سهله. صح. ومفيش اي حد بينجح في حياته من غير ما يكون مر بصعوبات كتير جدا وما يكون تعب وما يكون يستحق النجاح ده فاهم. فطبعا انا بالنسبه لي تعبت في حياتي وجيت من محافظه تانية لوحدي عشت في القاهره محافظه ايه بقى انا من دمياط اساسا. فجيت القاهره ودخلت مع يعني حتى انا كمان جيت ادرس تاني. قلت ممكن كنت انا اجي اقعد كده اقعد الف على المكاتب بس لا قلت ادخل مع فنون مسرحيه لان برضو في حاجه بلاقيها بعض الناس ان هو الشخص لازم يعرف فعلا هو موهوب ولا لا ويعرف موهبته دي قد ايه ويعرف عيوبه عشان ينميها حاجات كتير جدا. فدي صراحه بين الشخص وبين نفسه عشان يقدر ان هو يقدر ينجح. فجيت قلت ادخل معهد فنون مسرحيه لو دخلت المعهد يبقى انا ايه ممكن عندي موهبه لان انا عندي حلم التمثيل طول عمري بس ما اعرفش بعرف امثل ولا لا. وقابلت من اول دفعه من اول اول مره دخلت المعهد على طول عشان حضرتك على فكره جاي. قدمت في المعهد مرتين عشان ايه عشان حضرتك زين قبل بقول لك ايه يعني اخدت بالك ان انا وميزو عادي والله يعني حابين حضرتك في نفس انا شويه ليه يا ابني احنا نفس هو عشان مقطع عليك في حتتك. ايوه فقدمت في المعهد وقابلت في المعهد وبعد كده ما كنتش اعرف ان بعد ما الناس بتنجح بيدخلوا حاجه اسمها ورشه. يعني مثلا بيقدم 2500 طالب كله بيسحب ابلكيشنز وبتاع فبينجح مثلا منهم 40 فال 40 دول بيدخلوا ورشه مدة 10 ايام مثلا ويطلعوا منهم 20 واحد. فانا دخلت الورشه ده نجح تقريبا 45 واحد. فانا فكرت ان انا خلاص كده نجحت بقى ودخلت معهد لا بيسافرت بقى صيف شويه. فرجعت كان في نص الورشه دي قالوا لي يا ابني انت مجنون ده الناس بتقعد عمرها كله عشان تدخل المعهد وبتاع وما رضوش يدخلوني الايه الامتحانات فما ما كملتش ما قابلتش جد قدمت بعدها وقعدت لهم بقى انا قاعد فدخلت والحمد لله نجحت برده الحمد لله ودخلت بقى الورشه بقى حوالي 10 ايام او انت كنت اصلا مخلص جامعه وقدمت خلصت جامعه ودخلت على طول. عايزين نعرف ايه هي اكتر حاجه بتخوف حضرتك يعني عندك فوبيا من ايه؟ ولا انا ميرسي انت بتقولي حضرتك وانتوا والله مهذبين جدا 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 وانا يعني ابسط من كده بكتير يعني ما قلتش حضرتك حسن يا دي حسن اي حاجه. ايوه عندك فوبيا من ايه بقى ابو علي؟ الايه عندك فوبيا من ايه؟ ايه الحاجه اللي بتخوفك قوي فعلا؟ حاجه غريبه جدا نفسيه ولا لا 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 مادية؟ في يعني حاجه قصدي باخد بالي منها قوي بصراحه لان بخاف منها المشي على اي حاجه بلاط اللي هي اصلا بتبقى موجوده في الحمامات اكتر او فاهم انت دي عندي فوبيا منها ان الواحد ايه لان انا كنت يعني وقعت قبل كده واخدت هنا هتلاقي عندي هنا ثلاث غرز ما بيطلعش فيهم شعر فلا فمره واحده فالوقعه دي بصراحه ممكن واحد مره في لحظه بتقع فممكن يحصل لك اي حاجه فيها فدي حاجه عندي فوبيا منها. طب حاجة يعني ماشي. طب الحيوانات مثلا ما بحبش القطط
بحبش القطط خالص. لا سودة ولا بيضة ولا ولا أي كل. حاجة القطط دي ما ماليش فيها بصراحة. والله لو هفان. يعني أي حيوانات تانية قشطه. في مقلب بتعمل فيك قبل كده عمرك ما نسيته؟ في التلفزيون ولا في الحقيقة؟ في التلفزيون. لا أنا هقول لك أكتر مقالب كانت بتعمل فيها كانت من أختي. أختي كانت كل سنة كذبة إبريل دي، 1 إبريل تقوم لازعاني مقلب. بس يعني مقلب غبي ما ينفعش، وافضل مترصد لها ومستني السنة وتقوم برضو لازعاني. دي اللي كانت بتموت يعني. مرة مثلا كانت هي حامل وكلمت في التليفون، طلعت في التليفون قالت لي الحقني انا بولد ومش قادره ومش عارف ايه وبتاع، والصريخ في التليفون وبتاع، طب انت فين؟ انا في تاكسي مش عارف، فاهم؟ طب ما خدتيش عربي، معيش، مفيش حد، كذا كذا، طب جوزك فين؟ مش عارف ايه حوارات بقى. ايه بنت لذينة يعني. توترت طبعا. طبعا. طب انت فين؟ في مستشفى اسمها كذا. قلت اسم مستشفى. جريت على المستشفى دي، رحت المستشفى عايز اقول لك رعب وبتاع، واكلمها في التليفون تعيط ومش عارف وبتاع، حاجه فظيعه يعني. يعني فرحت على المستشفى فلقيت ان المستشفى دي مستشفى تقريبا اطفال او يعني مش مستشفى ولاده، فاهم انت؟ فقمت مكلمه انا من الصدمه والرعب، مش ما خدتش بالي ان المستشفى غلط، فاهم انت؟ كنت اخد بالي بس انا مرعوب وخايف جدا. فكلمها قامت تقوم بعتاني مكان تاني، رحت برضو على الحته انت فين كذا، وبعدين اتصل ما بتردش. فين وفين 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 وفين، بعد ما انا يعني حايس في الشارع بقالي فتره ومرعوب. وفعلا قامت مكلماني وانا بتصل بيها يعني، قامت ردت قالت لي ده مقلب وبتاع. طيب كذبه ابريق حاجات. طبعا انا يعني من كتر عارف انت لما تبقى انت حد عامل فيك مقلب وتبقى خايف عليه جدا، فاول ما تعرف ان هو مقلب في الاول كده بيجي لك احساس انك ايه مش مهم، الحمد لله كويس ان هي كويسه. بعد كده بتستوعب انت بتعمل لها فيا. بعد كده تستوعب بقى وتتضايق جدا وبتاع، وخلاص خلص الموضوع وبلاش تعملي كده، وتيجي السنه اللي بعدها تقوم عامله برضه فيها نفس الموضوع. وخدت حقك ولا خدت؟ ما اعرفش اسلك معاها. لا لا بس اكيد الحاجات دي بتبقى صد رد يعني. اكيد في مره انت عملت فيها مقلب. ما اقدرش عليها دي ولا مره. طيب بقول لك يا ابو علي، لو حسن الرداد ما طلعش ممثل ممكن كان يشتغل ايه تاني؟ لعيب كوره. دولت الحاجتين اللي كنت ممكن انفع فيهم، غير كده كنت تلاقيني قاعده على القهوه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي بس بشجع الزمالك والاسماعيلي وكله حبايبي. ايوه بقى احلى تحيه للاهلي. اهلاوي واسماعيلي كله. انا عايز اسال سؤال شخصي بعيدا عن الحلقه والله. انا عندي عقد للامان، انا اكتر شاب على مستوى العالم اتقال له جمله خليني اخوات. اتقالت لك قبل كده؟ ما تطبطبش عليا، ما تضايقنيش. اتقالت لك قبل كده؟ والله اصل هفرح والله اقول بعد كده اللي هيقول لي خلينا اخوات. حسن الرداد قال له خلينا اخوات، يعني هعمل كده والله. حد قبل كده قال لك خلينا اخوات؟ بنات طبعا. لا بصراحه. ما انت ما الله والله العظيم. والله يا بصراحه انت مز والله العظيم. سقفوله يا جماعه. انت مز. بص هو طبعا يعني انا اعتقد ان كل الشباب بيمر بنفس المراحل يعني. الفتره مثلا بتاعتنا واحنا صغيرين دي كانت الطبيعي، كان بقى ما كانش فيه موبايلات وما كانش فيه واتساب والحاجات دي طبعا، فكانت الحاجات مانوال، فاهم؟ لسه بقى المشبك تستنى مش عارف مين تيجي، تليفون البيت تتصل يعني، كانت الحاجات دي. فكان طريقه مش هقول عليها التعرف على بنات مختلفه عن دلوقتي. دلوقتي الحياه بقى ايه في القشطه. طب انا عايز اسالك سؤالين ممكن تختار تجاوب على واحد فيهم بس. اوكي. حسن الرداد عارف كم واحده في حياته؟ وحسن الرداد لا ده هيحتاج يرد عليه بكره. ثانيه. مش هيرد. او اول حب في حياتك او اول اعجاب في حياتك لسه فاكره لغايه دلوقتي ومعلم معاك، حاجه من الاثنين دول. عايز تجاوب على الاثنين؟ انا ما عنديش مانع. والله عرفت، هقول لك على حاجه، عرفت بنات اكيد، عرفت بنات اكيد. في ناس مع انا يعني اقول لك مثلا في 1 2 3 4 6 انا فاكرهم جيد كويس جدا مثلا. فاكر ناس من صحابي بس يعني مش معلمين ان هو يعني بقى في واحده كنت بحبها وما بنامش الليل والحاجات دي. بس كان في يعني بنات بيبقوا مرتبطين مثلا اما بدات بقى تبقى شاب، فاهم انت؟ وكده فتتعرف مثلا بواحده فيبقى الحاله كلها بالنسبه لك كويس، فاهم انت؟ ان انت طلعت بقى من ان انت ولد لشاب ومش عارف ايه، صح. او مره تسوق عربيه
فاهم، يعني الحاجات دي. غنيت لحد اعذريني يوم زفافك ما قدرتش افرح زيه. يا لهوي والله العظيم السؤال ده والله بالله عليا والله انا اسف. اعذريني يوم زفافك ايه؟ والجه صار اغنيه شهيره جدا. يقول لها اعذريني يوم زفافك ما قدرتش افرح زيهم، ما خطرش ابدا يوم في بالي ان ابقى واحد منهم. الله. كنت متخيل ان انا العريس مش هبقى معزوم. الله. غنيتها قبل كده؟ لا والله. ما ولا اتجرحت ولا حد قال لي خلينا اخوات. انا ايه اللي جابني الحلقه دي يعني؟ والله والله لا يعني ما بصراحه ما حصلليش الموقف ده، بس يمكن ان شاء الله ما يحصلش. ان شاء الله ما يحصلكش. انا بيحصل لي كتير جدا. مش النكته طيب عشان انا بخلعك منهم والله العظيم. لا مين بقى اللي يقول لنا نكته؟ ما انا بقول لك انا اكتر شاب على مستوى العالم اتقال له خلينا اخوات. والله هتضحكهم والله. دي نكته. لا قول لنا انت نكته يا ريس. نكته مفيش. مفيش نكته. بلاش نكت، خلينا فوازير. انا اقول لك فوازير وترد. ماشي. امان انت صعبتها على نفسك. ماشي. تكون نكته ما رضتش. هنديها فوازير. ماشي. ماشي. ابدا. انا مش مفيش في دماغي فزوره. ادي اول واحده. ايه الحاجه اللي بتنبض وما عندهاش قلب؟ انا عدي طيب. واحد اتنين. معاك 77 ثانية. معاك 37 سنة. بتنبض وما عندهاش قلب. احنا مش عارفينها اصلا. في حد غششه؟ في حد؟ انا سمعت في حد قال على فين. ايوه انت. يا ريت ناخدها يا جماعه. طب خلاص ده من دي ما تتحسبش. طيب ايه الاتقل، كيلو قش ولا كيلو رز؟ يا كنت بتسال السؤال ده وانا صغير. 20 كيلو حديد ولا 20 كيلو قطن؟ دي سهله جدا صح. اكيد القطن. انا بعرك نفسي في الحلقه دي. كيلو القش طبعا. ايه الشيء اللي بتذبحه وبتبكي عليه؟ سهله جدا اهي. قالت لك انت في ايه؟ انت الايه؟ طب نورينا بقى. اتفضلي نورينا. البصل. تذبحه وتبكي. البصل حلو وتبكي. برافو يا استاذ حسن. صح. برافو يا استاذ حسن. سقف يا جماعه والنبي. حسن الرداد بجد انا يعني كنت بتفرج عليك كتير وشرف ليا ان انا اقابلك فيس تو فيس. ربنا يخليك. فالف شكر على الحلقه الحلوه، والف شكر ان انا وقفت معاك على خشبه مسرح واحد. وبجد عايزين نحيي مره ثانيه حسن الرداد. طبعا انا نفسي انت اللي تختم الحلقه والله يعني. بص انا اولا عايز بجد والله اشكركم جدا ان انا معاكم، ومبسوط جدا ان كنت مع ميزو ومع مينا ومع تركي، وانتوا محترمين جدا 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 يعني يا جماعه والله. انا اول مره اقابلهم النهارده، بس الناس دي قمه في الذوق وفي الادب، وطبعا انتوا موهوبين. واحد كان بيتفرج عليكم في البرنامج، وانا شخصيا فرحت جدا لما لقيتكم عاملين برنامج خاص بيكم، وان شاء الله يا رب باذن الله هتبقوا من احسن نجوم في مصر باذن الله. وانا اللي اتشرفت وكنت مبسوط جدا ان انا معاكم بجد النهارده. شرفينا والله. مش كلام بقوله. وبس بقى احب اختم الحلقه وانا يعني دي حاجه صعبه بالنسبه لي. وفي نهايه حلقتنا من ثلاثي ضوضاء الحياه، مبسوطين جدا ان احنا كنا معاكم، وان شاء الله بقى نشوفكم الاسبوع القادم مع نجم تاني وضيف تاني. انتظرونا الحلقه الجايه في ثلاثي ضوضاء الحياه.